مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يكون كلشي بخير على خير ويكون كلشي في سيستم مزيان وفي مورال طوب كما العاده. غبرنا واحد شويه ولكن لشي ظروف بان المطر ما كاينينش، شي حاجه اللي جديده في المطر باقا ما دخلاتش، ما بغيناش نبقاو نعاودوها في التيست درايف ديال المطر اللي درناه اس اشات كذا. بغينا ان شاء الله تيجيو المطر اللي ما عمرنا درنا التيست درايف ديالهم. كما كتعرفوا دابا الدراري دابا ولاو كيخافوا يتقداو وكذا، وهذه هاد الشد الحمله والتخربيق هذا، داكشي علاش ولات القضيه ديال المطر شويه ناعسه. ما عليناش باش ما نطولش عليكم، في هذا الفيديو ده ان شاء الله درتو خصيصا لواحد الناس، لواحد الفئه ديال الناس اللي ما كيفهموش واحد البلان. وما هاد الفيديو صراحه هاد الموضوع هذا ما كيستاهلش انك دير عليه فيديو، لحقاش هو فيه جوج كلمات ولكن بقوه ما هاد الغلط ولا كيطرا نهار على نهار كيتزاد، نهار على نهار كيتزاد، فكرت انني ندير عليه فيديو. باش ما نطولش عليكم نتلاقاو مور انترو. الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم وهي واحد الجمله كتبقى تعاود بزاف بين الدراري فحال هكا، اولا بين شي واحد عنده موطور وواحد اخر ما عندوش، ولا واحد يلاه باع موطور، مهم بين الماطريه، وهي عافاك عطيني نسيب، ولا عافاك خلي لي موطور تمشي نتسخر به، ولا كذا ولا كذا ولا كذا فحال هكا. هذه الجمله هذه انا شخصيا ما كنحملهاش نهائيا، واللي غتقول له هذه الجمله هذه ما غاديش يحملها، ولكن كيطرا واحد لوبسيون وهو انك كتمرك كيجي عندك صاحبك، كيكون واحد صاحبك اللي قريب لك كيقول لك عطيني الموطور، كتولي انت اوتوماتيكمون كتسمع ديك خلي لي الموطور، ما كتعرف واش تقول لا واش تقول اه. عاد تقول له اه، هو راه غتقول اه لحقاش غادي تحشم منه، ولكن راه في الداخل ديالك ما حاملش هذا البلان كتقول لا، فهمتي؟ اذا هذا الموضوع اللي درتو خصيصا لمعالجه هذا الخطا هذا اللي كيؤدي لواحد المصيبه اللي كبيره بزاف اللي بنادم ما عارفهاش، كيقول له انا نسيي لا طحت راه غادي نتكلف لك بالموطور نصلحو، ولا غادي نتكلف كذا ولا كذا. راه لا، راه انت اللي غادي تكلف، راك ما عارفش واحد البلان، هو انك غطيح في مشكل مع داك صاحبك مول الموطور، لحقاش صاحبك خاصك تصلح له. انا شخصيا ما نقدرش نقول لك صلح ليا، ولكن انت خاصك تصلح. ثاني حاجه غتلقى مشكل مع المخزن من غير انك لا طحتي بوحدك، لا طحتي بوحدك كتبقى غير انت وصاحبك راس براس، اما لا طحتي وضربتي شي طوموبيل ولا درتي شي اكسيدون ولا شي حاجه، راه كتولي انت عندك مشكل. راه الخايبه 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 بزاف، وهو انك لا طحتي بشي موطور بيرمي وانت ما عندكش البيرمي، كتولي انت شاري الصداع لراسك في المحاضر، كتولي شاري الصداع لهذاك صاحبك اللي مخلي لك الموطور، واخا هو ما ليه والو وما كانش ما حاضرش، ولكن راه كتجبد له الصداع. علاش؟ المهم انا ما بغيتش نزرب لكم على هذا الموضوع، غنهضروا على ايطاب ايطاب. داكشي علاش نبداو بالجمله الاولى اللي قلت لكم، هو انك خاصك تتفادى، تعلم تعلم خذها واحد العاده، انك تتفادى تقول شي واحد خلي لي موطور، راه عيب، راه عيب بزاف. لحقاش واحد شاري موطور جمع فلوس معذب عليهم، كيقلب على داك الموطور ما لقاه ب 66 كشيفه، ما عرفت شنو داير، كتجي نتايا بارده كتجيك زوينه، ما داير ليسونس، ما مخلص لا اسيرونس، ما مخلص داك الموطور، ما حتى حاجه، عطيني نسيي. شنو المعنى ديالها؟ واش انت غادي ترضى فحال هكا؟ راه ما خدامش هادشي، راه حشومه عيب. واخا تكون انت حلم ديالك داك الموطور تسوقو، سير اخويا تعذب عليه وجمع فلوس وشري، باش نكونوا واقعيين. هاد الهضره هادي راه واقعيه، وراه اي واحد كيسمعها راه فري راه كاينه، غيقول لي فري هاد الهضره راه كاينه، لحقاش ما كاينش تخرجيت في هادشي هذا. لا ولو فيه مشاكل بزاف، راه جوج الصحاب راه واحد دخل الحبس على ود هذا الموضوع هذا. داكشي علاش انايا فكرت انني خصني ندير، خصني نهضر على هادشي هذا، ما بركه من لي تيست رايد وبركه من هذا بيرمي هذا كذا، لا خصني نهضر على هذا الموضوع هذا باش بنادم يتوعى شويه يفيق معانا. هضرنا على البلان الاول ديال ان صاحبك فاش كيقول لك عطيني الموطور وكذا وكذا، هذا حاولوا انك تفادوهم، تفادوا هذه الجمله هذه في مره، ما تبقاش بالدارجه، كون بنفسك اخويا وما تاخذش شي حاجه ما ديالكش بالعربيه، هذا الشيء هذا هو اللي خاصك تكون فاهمه مدخله لراسك. الو دزتي يا سيدي خديتي، نفرضوا انك قلتي لصاحبك عطيني الموطور وعطاك الموطور، حشم منك، واخا هو انا 100% متاكد انك فاش غتقول له عافاك خلي لي موطور عنسي ولا كذا، راه هو ما باغيش ولكن كيحشم منك وكيعطيك. نديرو حنا انه عطاك الموطور ومشيتي، انت متهور ما كتفكرش، عطاك داك الموطور شديتي حطيتي ليه ما في قلبو، بقيتي غادي خرجت الطوموبيل على غفله ضربتي فيها درتي اكسيدون، موطور كبير اس اش ولا نديرو حنا غير اس اش، درتي بها مشكل. اول حاجه انت ما عندكش بيرمي، نهضروا على انت ما عندكش بيرمي، من بعد عاد نقولوا انت عندك البيرمي، شنو العواقب هذه وشنو العواقب هذه.
انت ما عندكش البيرمي، ضربتي الطوموبيل شتتيها، الموطور تشتت ما بقى فيه ما يتجمع، خسرتي الطوموبيل، كليتيها انت في صحتك، نطي المهم ما متيش، نطي واقف، اشنو غادي دير؟ اول حاجه سامي واش الموطور ديالك لا ما ديالش، فين هو مول الموطور؟ عيط ليا مول الموطور. ها اول مشكل، عيط للدري مول الموطور. الدري مول الموطور كتقول له الو كدي هادي شنو اكسيدون، صافي كتزيد تخلعو هو كطيح له المفرد كامل، لحقاش موطورو كيولي يفكر شنو، ما كيفكرش فيك انت موت. شتي انا نقولها لك حتى من راسي انايا، شتي انا نكون عاطيك موطور ودير به شي اكسيدون ولا شي حاجه، راك ما داك الثقه اللي عطيتك راك ما حافظتيش عليها. اذا راه غنقول غنفكر اوتوماتيكمون، نفكر في اول حاجه هو موطوري، لحقاش انت ما شورتيش على واحد الامانه خليتها لك، ما عتقاش تهمني نهائيا موت. واش فهمتي؟ انا كنهضر معكم باللوجيك دابا، ما نهضرش معكم ديك حقا غندير واحد الغشاء ديال اللاحشوم، انا كنهضر معك بالواقع. هادشي علاش هذا هو لوبجيكتيف ديالي، ان نوصل لك الحقيقه، ما غاديش نوصل لك لا وغادي نفكر في صحته ولا هو ما فكرش ليا في الديبار، غادي نفكر ليه انا. لا حنا راه مغاربه، حنا مجتمع مغربي، هذا هو الواقع ديالنا. الو باش ما نمشيوش بعيد، باش ما نبعدوش بزاف، خلينا في الموضوع ديالنا. درتي كذا غايقول لك عيط لمول الموطور، فاش غايجي البوليس ولا كذا، واش عندك البيرمي تقدر دير كوستا اميابل بينك وبين مول الطوموبيل؟ حيت ما كايناش واحد الاضرار صحيه ديال الانسان، ماشي واحد مضروب ولا شي واحد مات سخف كذا، لا كاينه في الحديد، الحديد مع الحديد. واش عندك البيرمي؟ عندك ورقه ناضي؟ لا ما عنديش بيرمي ولكن ورق ناضي. واخا سيدي ما يمكنش لنا غنديروا كوستا اميابل، لا يمكن واحد الكوستا اللي بينك وبينه باش يصلح لك وتصلح له كذا وهادي وداكشي بيناتكم، لا. اذا شنو غنعيطوا؟ غنعيطوا صحاب الحوادث. كتعيط للبوليس صحاب الحوادث كيجيو، اون فوا صحاب الحوادث شكون اللي كان سايق الموطور؟ ها هو فين هو مول الموطور؟ ها هو مول الموطور كياخذوا الكارت ناسيونال ديالو، كياخذوا الوراق ديال الموطور، كيديو الموطور للفوريان. لحقاش داك الموطور سايقينو بلا بيرمي، ثاني مشكل سببتي للدري. ثالث مشكل هو انك فاش كيمشيو ماشي مول الموطور كيقولوا له هاك الموطور كوسير فحالك، لا كيديو الموطور للفوريان وكيديو هذاك اللي كان صايب، ومول الموطور اللي عطاك انت تسيو فرحان وغادي طاير كيديوه حتى هو معاك مسكين واخا ما داير حتى شي حاجه، كيديوه وكيحملوه المسؤوليه. راه فحال الا فحال شي واخا تكون هذاك اللي سايق الموطور عنده 30 عام وما عندوش بيرمي، ومول الموطور عنده 20 عام وعنده البيرمي، كيولي يحملو المسؤوليه بحال الا راه شي قاصر بحال شي وليد صغير، كيقولوا لاش انت اديتي به البوليس؟ اش كيقول لك؟ كيجي عند مول الموطور كيقول له انت عارف ما عندوش بيرمي، راك اديتي به للهلاك، راه محضر هذا غنقيد لك غيجيك بروسي. علاش؟ لحقاش انت عارفو بلي ما عندوش بيرمي، ما قاريش القانون وعاطيه يسوق واحد الموطور اللي كيتساق بهذا برخصه السياقه. هادشي اللي كيقول لك البوليسي، راه ماشي هادشي مخرجو من دماغ، هادشي راه عشتو، شتي هادشي راه داز قدامي، هاد لاسين داز قدامي. انا حاولت انني نعاودها لكم نقول لكم باش انتوما توعاو وتعرفوا شنو كاين وتحيدوا هاد البلان هذا، راه كتجبدوا مشاكل بزاف للناس. فين هو البيرمي؟ ما عندوش، علاش تعطيه الموطور؟ انا عمر لك محضر، محضر ديال انك اديتي بالتهلوكه لواحد الانسان ما قاريش القانون وما عندوش البيرمي ديال داك الدراجه الناريه اللي انت عطيتيها ليه، اذا انت بغيتي تخرج عليه بغيتي تقتلو. المشكل الثالث اللي كطيح فيه راسك وداك مول الموطور، من بعد ان داكشي ديال المحاضر ديال البوليس وكذا، وكيولي هو مسكين عليه الموطور ديالو تشتت، عندو هو كيولي هو فوتيف واخا هو ما كانش سايق، لحقاش انت دخلتي بديك الطوموبيل ياك، كيولي في واحد المحضر اللي يقدر يجي للمحكمه تدور عليه العام ويجي استدعاء ويمشي للمحكمه كذا هادي وكذا هذا، تعتقد جبد له مشكل انه عطيتي لواحد الانسان ما عندوش البيرمي اديتي به الى الهلاك بغيتي تقتلو. شوف كتولي راه بحال الا جريمه هذيك، الله يستر. وعاد واحد المشكل اخر كيطرا هو انك كتصادم انت وصاحبك اللي كتقدر تكون 10 من الصغر، كتولي انت وياه في المشاكل. علاش؟ لحقاش كيقول لك صلح ليا، انت ما عندكش الفلوس ولا ما قادرش انك تصلح داك الموطور اللي فنفرضوها اس اش، اس اش راه غير بياسه قد هكا كتلقاها دايره ب 300 درهم 250 درهم، بياسه قد هكا صغيره صغيره صغيره. نديرو حنايا في الكاريناج، غير في داك الكارين، غير في البانيو التحتاني، راه كاينه واحد بارتي يقضي هكا، هي بلاستيك قد هكا صغيره دايره 300 درهم كتشرى، وماشي لوريجين غير الشينوا ادابتابل، دايره 300 درهم. شنو في بالك نتايا؟ شتتي اس اش كامله، شتتات وغتعاود تصلحها ليه، شحال تقام عليك؟ غتقام عليك الموطور، اللهم شري له موطور، خذ داك الموطور مشات وشري له موطور واحد اخر. شتي؟ اذا فكر في هذا الشيء قبل
قبل انك ما تقول ما تطلب منه عافاك عطيني نضرب دوره ولا كذا ولا هذا، انا كنقول لكم كونوا بنفسكم، كونوا بنفسكم، بغيتي تضرب دوره ولا شي حاجه تعذبت انت وجمع فلوسك وشري داك الموطور وركب فيه بعزك الله يجعلك تلاح به من الجبل، سير انت غادي وشوف الحافه في الجبل وتلاح به وتشتت وما يبقاش فيك الحال. علاش؟ الموطور ديالك انت متحمل المسؤوليه ديالك، ما تاديش بواحد اخر لهالك، هو مسكين شري داك الموطور معذب عليه، تجي انت هي كتشتتو له كسيده ما صايق بلا قانون، فوق هادشي ما زيد حتى ما دايرش الكاسك، ما دايرش ماشي موطورك وما دايرش حتى الكاسك، يشدو كل شي حاجات ولا الموطور مشى للفوريان وانت يضربوك بروسي وكذا، واش فهمتي؟ عاد واحد القضيه اخرى، هادشي ماشي هاد من غير انا قلت المشاكل اللي كتعرض لهم مول الموطور اللي هو مسكين ما داير حتى شي حاجه وشنو كيطيح عليه. الواعره هو انك انت اللي واخد داك الموطور غادي كتفرح به وكذا وكذا ودرتي به اكسيدون ولا هادي، شنو المحضر انت اللي كيديروا ليك؟ المحضر هو كيدير لك السياقه الدراجه الناريه بدون رخصه، سايق بلا بيرمي، شتي واخا الموطور ماشي ديالك سايق بلا بيرمي، اذا شنو الشريف؟ غادور عليك الوقت غادي تجيك مخالفه دايره 2500 درهم، ولا ما خلصتيهاش غتدخل اولي دوز واحد الوقيته ديالك بين الحيوط باش نكونوا واقعيين. اذا قبل ما تطلب منه داك الساروت ولا قبل ما تفكر انني خصني نعاق على واحد ولاد الدربي راه ساكنين حدايا خصني ناخذ الموطور عند صاحبي وندوز من حداهم يشوفوني راني راكب ونكسيري قدامهم، فكر دوك العواقب. لحقاش ها انت دزتي من حدا داك ولاد دربك شنو غادي يقولوا؟ واه فلان ركاب على موطور الا راه واقيلا صاحبو مخليلو. انت وصلتي لداك لوبجيكتيف اللي انت باغي، ولكن تخيل معايا درتي غير الدوره شتي درتي كسيده وبدا في المشاكل ديالك وبدا في واحد الفضيحه كبيره بزاف اللي غادي طرا ليك، واللي هضرنا عليها ديال المحضر اللي كنت هي محضر داك صاحبك مول الموطور اللي مالي حتى شي حاجه مسكين كان جالس طحتي عليه تسلطت عليه بحال شي مصايبه كحله، واش فهمتوني؟ اذا خلاصه القول اللي غادي نقولو في هاد البلانات هادي ديال هذا، تفادى انك تطلب الموطور ولا تطلب السيرو ديال شي موطور انت ما قادرش عليه، شكون بالعربيه لحقاش راه واخا هو كيقول لك اه ماشي مشكل سير، ولكن راه ما باغيش من الداخل ديالو. ما تخليش الانسان ينافقك، واش فهمتيني؟ كون دبلوماسي في دماغك، بغيت موطور غنمشي نشريه ستينا. غنطرقوا لواحد المساله الاخيره باش نساليو الفيديو ديالنا باش ما يكونش هذا الفيديو طويل وباسل وكذا وكذا. بالنسبه للناس اللي كيجي عندك صاحبك ولا شي حاجه كيقول لك خلي لي الموطور ولا عطيني الموطور ولا كذا، انت شخصيا ما كتبغيش كتقول لا مع راسك وكتحشم. اذا شنو انا فكرت انها تبارطاجي معاه هذا الفيديو هذا وغادي نهضر معاه انا في بلاصتك وغادي يتقبلها لحقاش غادي نفهموا الامور مزيان. اخويا انا ماشي ما بغيتش نعطيك الموطور لحقاش انني انت ما عزيزش ولا ما حاسبكش صاحبي قريب ليا ولا شي بلان بحال هكا ولا لا، لا بالعكس انا ما بغيتش نعطيك الموطور لحقاش خايف ان يطراو بيناتنا مشاكل، خايف انني نخسرك. علاش غتقول لي علاش غادي تخسرني؟ لحقاش اخويا انت ملي غادي تجي تشتت لي الموطور انا غادي موطوري غادي نبغيه يتصلح. انت نفرضوا انك ما كانش عندك فلوس ما غاديش تقدر توفر داك البياس ديال داك الموطور كيفاش يرجع كيما كان، واخا كنعرفوا ان الموطور هذا الكسيده ما كيرجعش كيما كان. هذه اول حاجه. ثاني حاجه نفرضوا ان عندك الفلوس غادي تولي كتصرف على داك الموطور في حال الا ديالك وما غاديش يعجبك الحال، واش فهمتي؟ غادي تولي حاطه واحد البيدجي كبير باش تصلح الموطور وهو ماشي ديالك، اذا كتلوح فلوسك في الضايع، واش فهمتي؟ ثاني واحد الحاجه الثالثه انك تقدر تدور لك في الخوا وتقول ان علاش انا نصلح هذا الموطور هذا ولا وكذا وهذه وتضرب غطرا بيني وبينك مشكل وغادي نتخاصموا وسالت العشره ديال ما عرفت شحال 5 سنين ولا عام ولا عامين ولا شهر ولا شحال ما كانت. هذا الشيء هو اللي علاش قلت لك انايا لا اسمح لي ما غاديش نقدر نعطيك الموطور وخاصك تقبلها، ومن حقي انني نقول لك لا ما تعطينيش الموطور. لحقاش انا اللي معذب عليه، انا اللي مخلصو لاسيرونس ديالو، انا اللي قلبت هذاك الموطور النقاوي بحال هكاك باش نركب عليه، انا اللي شحال من حاجه وشحال من حاجه وشحال من حاجه. اذا ماشي عاديه انني نعطيك الموطور واسمح لي بزاف وخاصك تقبلها. لحقاش لي اسبري دو موطور هما هادو، خاصك تكون انت اسبري موطور انك اصلا واحد القضيه باش نجيو من الاخر، اللي عنده اسبري دو موطور ما غاديش يطلب موطور ديال واحد اخر لحقاش فاهم هذه القضيه هذه بلا ما يحط راسو في الاحراج. بلاش ما نطولش عليكم، كان معكم حكيم كستري كان من مدينه قنيطره، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله بفكره جديده بشي تيست رايد جديد ديال شي موطور ولا شي حاجه. المهم انا ما ناسيكمش، ديما كنتفكركم بشي لعيبات اللي مهمين ماشي التفاهه نبقاو نديرو فيديوهات ديال حنا هنا 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 هنا، خاص تكون شي حاجه اللي مهمه عاد نديرو فيديو ديالها.
لعز بكم، تحياتي كما العادة صاليد موطا، وشكرا للناس اللي كتبغينا من القلب ديالهم، وشكرا للناس اللي كتلاقانا في الزنقة وكتطلب اننا نتصور معانا وكذا وكذا، شكرا لكم بزاف. انا شخصيا كنفرح بزاف ملي كيجي عندي شي واحد كيقول لي انا من المتتبع ديالك وكذا وهذه وهذه، مستعد نعاون اي واحد في اي لحظة، مستعد انني نشوف البنادم من المطار، مستعد انني نقلب لك على موطور، مستعد انني نعلمك تسوق. كلام موجه للبنات ودراري، ماشي غير الدراري، حنا ما كنديروش العنصريه، بنات ودراري مرحبا بكم على الراس والعين. باش ما نطولش عليكم، تحياتي والعز بكم، تلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.